الحقيقة من فترة قرينا كده يعني عناوين ومنشطات في المواقع والجرايد بتقول، وكمان شفنا طبعا صور سماح لابسة الفستان الأبيض علشان ترضي المجتمع وتبدأ حياتها. سماح بترفع لافتة، هل لديكم طلبات أخرى؟ سماح ببساطة كده هي بنت لبست الفستان الأبيض من غير ما يكون في عريس ولا أي حاجة، ولبست كمان الطرحة وهي لبستها بنفسها الستان. اليوم هو ده كان يوم العمر، مش علشان هو يوم يعني زفافها أو يوم فرحها، لكن لأنه اليوم اللي هتعلن فيه للعالم كله حصولها على صك البراءة من قيود المجتمع. خلينا نروح بقى لبطلتنا، ولا شخصية متضامنة معاها قلبا وقالبا هي وغيرها، علشان تحكي لنا هي عملت ايه وايه اللي خلاها تعمل كده، وهي شايفة ان دي مشكلة ولا المجتمع هو اللي مكبر الموضوع. فقرتنا دي مهمة جدا من وجهة نظري، باعتباري في الاول في الاخر ست، يعني انا عايزاكم تشاركونا بجد وتدونا ارائكم في الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. ايه اللي الناس بتعتبره ان هو مشكلة، لكن هو من وجهة اصحاب الرأي أو أصحاب المبدأ اللي هو مبدأ أنا مش عايزة أتجوز، أنا حرة أنا مش عايزة أتجوز، ناس تقول عليها دي بقت عانس من المصطلحات الغلط، أو تقولها دي سنها سن جوازها اتأخر، لا دي كبرت، دي فاتها قطر الجواز، وكتير جدا من المصطلحات اللي بتبقى بتضايق اللي احنا بنسمعها في مجتمعاتنا، واللي كمان بتجيب مشاكل اجتماعية. بقت في دول عربية كتير بتبص الموضوع، لأن هما دايما بيبصوا للست أو للبنت نظرة سطحية مختلفة تماما، ودايما في تفرقة، وطول الوقت بنقول المساواة بين الرجل والمرأة، وده طبعا احنا بنشوفه مجرد كلام شعارات. يعني ممكن الراجل سنه يتأخر على الجواز ويقعد ويقف ويتبغدد ويتشرط ويدور على واحدة صغيرة يتجوزها ويبقى ما عندوش مشكلة، والناس ولا بتقول عليه عنس ولا فاته قطر الجواز. لكن لو البنت مش عايزة تتجوز او ما لقيتش الشخص المناسب، دي بقى اللي تاخد حبة التهمات. محترمين شاركونا، ومين فيكم مش عايزة تتجوز، مين الست اللي شايفة ان بنتها لازم تتجوز، لازم تشاركونا في الموضوع ده. طيب ظاهرة العنوسة او تأخر سن الزواج اللي ضيفتنا كانت يعني معترضة شوية على الـ يعني التصنيف ده، مش هنقول كده، هنقول ان هو مثلا لسه نصيبها مجاش، لسه نصيب البنت او لسه نصيب الولد مجاش. الحقيقة يعني دي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها كتير من مجتمعنا، مع العلم ان شبابنا هو اساس المجتمع، وكمان يعني هم الاساس في استقرار المجتمع. وزي ما اسماء قالت ان مش شرط ان الست بس او البنت هي اللي يبقى سنها يتأخر في الجواز، لا ممكن كمان الراجل هو اللي سنه يكبر في وما يتجوز ويقعد يحط رجل على رجل ويقعد يتشرط ويقول انا عايز دي ومش عايز دي. عكس كمان الست للاسف لما بتعدي سن معين للاسف بنقول لها ايه خلاص ارضي بقليلك وخلاص، واي حد، وزي ما بنقول يا اسماء ايه هي جوازها والسلام. بالظبط كده. لكن خليني يا نرمين ارجع اقول لك، واحنا بنتكلم عن الشباب وان هم طاقه البلد، احنا كمان بنشوف قد ايه هم عندهم قدره على العطاء، وقد ايه هم عندهم قدره ان هم يقودوا البلد نحو نهضه ويقودوا كمان مسيره البلاد. لكن الظاهره الغريبه اللي هي دايما بقى بيتكلموا عنها والعنوسه، واللي دي نتيجه بقى تراكمات وافرازات سنين كتير عدت علينا، اسباب كتير كانت هي سبب في انه دايما احنا بنبص المشكلة دي ناحية البنت، الراجل احنا ما بنشوفوش خالص، او يمكن نكاد نكون حتى لو بنشوفه ونغمض عينينا عن الحقيقة، وده اللي احنا هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. الحقيقة من فترة قرينا كده يعني عناوين ومنشطات في المواقع والجرايد بتقول، وكمان شفنا طبعا صور سماح لابسة الفستان الأبيض علشان ترضي المجتمع وتبدأ حياتها. سماح بترفع لافتة، هل لديكم طلبات أخرى؟ سماح ببساطة كده هي بنت لبست الفستان الأبيض من غير ما يكون في عريس ولا أي حاجة، ولبست كمان الطرحة وهي لبستها بنفسها الستان. اليوم هو ده كان يوم العمر، مش علشان هو يوم يعني زفافها أو يوم فرحها، لكن لأنه اليوم اللي هتعلن فيه للعالم كله حصولها على صك البراءة من قيود المجتمع. خلينا نروح بقى لبطلتنا، ولا شخصية متضامنة معاها قلبا وقالبا هي وغيرها، علشان تحكي لنا هي عملت ايه وايه اللي خلاها تعمل كده،
وهي شايفة ان دي مشكلة ولا المجتمع هو اللي مكبر الموضوع؟ ازاي نعالجها؟ ازاي نكون اقوى؟ ازاي البنات تاخد ثقة في نفسها اكتر؟ انا منورني طبعا سماح حمدي، فنانة تشكيلية وصباح الورد، وبصي خليني شابو ليك، حقيقي شابو. يعني قولي لي بقى، قدرتي بقى ان انت تعملي الخطوه الجريئه دي ازاي؟ تبتدي يومك لابسه فستان فرح ونازله الشارع ومحدش كلمك؟ بصي لو اكيد حد كلمها، اكيد لا اكيد كل الناس اتكلمت. بصي هي الفكره ان انت من صغرك بتتبرمجي طول الوقت انه ده البوابه اللي انت لازم تعديها، وبعد كده خلاص حياتك انتهت، انت ده الهدف الاسمى في حياتك، انت طول الوقت محطوطه بالنسبه للمجتمع من قالب لقالب، لازم في كل مرحله كأن ليهم رغبة معينة انت عليك انك توفيها. ففي حاجات بتعدي، بس في موضوع الجواز بالذات ما ينفعش ان ما بيعديش، ما ينفعش ان يكون لإرضاء الآخر. يعني انت طول الوقت حياتك مسخرة، انت أداة. انا مش هقطع كلامك، مين يا جماعة مش عايزة تتجوز؟ انا عايزة حد يكون عنده صراحة وجراءة وقوة زي سماح، ويبعت لنا يقول لنا انا مش عايزه اتجوز. في صراحة في ناس مش عايزه تتجوز على فكره. أيوة، من كتر المشاكل اللي بيشوفها. ايوه هي ممكن تكون من جواها بتقول انا مش عايزه اتجوز، لكن احنا عايزينها تعلنها للمجتمع زي ما سماح عملت. بس هي سماح مش عايزه تتجوز؟ لا، هي مش فكره ان انا مش عايزه اتجوز، هي فكره ان الجواز بيجي مع نضج عقلي معين، مع الطلاق روحيا مع حد، مع يعني في حاجات تانية غير ان انت عشان ترضي الاخر، او يلا عشان نخلف، او يلا عشان اهلك عايزين يبقوا اجداد، او يلا عشان كلام الناس، او عشان سمعتك، او عشان يعني كل حاجه بالنسبه لهم هي عشان الاخر مش عشانك انت نفسك. مع انك احنا كمان بنوري الناس وانت بتتكلمي الفيديو بتاعك وانت بتتجولي بقى في الفكره، انت ممكن تبقي انجح في حاجات تانية كتير، وده اللي تقدري تخططي له. يعني تقدري تخططي ان انت هتاخدي ماجستير، هتشتغلي في مكان الفلاني، لكن تخططي امتى تتجوزي او امتى تحبي حد، يعني انا بعتبر ان ده تعدي على القدر. يعني رموت وتخطيط بالظبط، لكن هما بالنسبه لهم لا، هي خطوه لازم تحصل بشكل روتيني جدا. اللي هو يعني من كل اربع حالات في ثلاثه طلاق. ده مش مخلينا حاسين انه في حاجه غلط في الموضوع، او يعني ده اداكي شعور بقى يعني حسيتي ان فكره الجواز بقت اقرب لعدم الاستقرار، بدل ما الجواز هو اللي بيجيب الاستقرار؟ هي مش فكره عدم الاستقرار، هي فكره انه بيتبني بشكل غلط. بيتبني انه اتنين قاعدين قدام بعض كانه يعني بيختزلوا نفسهم في صفات جدا. عندك كام سنه؟ تشتغلي ايه؟ شكلك حلو ولا لا؟ تمام. الموضوع يلا نتجوز. طب سامح، انت عندك كام سنه؟ مش جواز، 27. طب سامح، التجربه اللي انت مريتي بيها، اللي انت عملتيها، اللي هو لبستي فستان الفرح ونزلتي رحتي اتغديتي بره وعملتي شوبينج ورحتي المترو بفستان الفرح، ايه اللي اداكي المبرر او اداكي الدافع ان انت تعملي ده؟ يعني ما خفتيش من كلام الناس؟ والدتك والدك ما قالولكيش ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني طبيعي اي ام او اب هيقولك انت مجنونه، ايه الجنان اللي انت بتعمليه ده؟ لا طبعا، اقعدي، مفيش نزوله في الكلام ده. بصي اني واي، الناس بتتكلم في كل الحالات، يعني حقيقي. انت بتعملي اللي انت عايزاه بيتكلموا، وبعدين يطلبوا اللي بعده، وما بتعمليش انت عايزاه بيتكلموا. فهي الفكره زي ما بقولك انه في نقاشاتي مع الناس اللي ليهم في الموضوع واللي مالهمش، طبعا كل الناس مالهمش في موضوع جواز اي حد، بنت ولا ولد، ومع ذلك بيتكلموا في انه لا، ماجستيرك ملوش لازمه طالما انت ما اتجوزتيش. هتعملي ايه بشغلك في الاخر؟ هتعملي ايه مش عارف ايه؟ فابتدت الناس تفسر تصرفاتي دي او حياتي الطبيعيه انها لازم تكون مسخره لكده. انت لازم تاخدي ماجستير لانه لما تبقي دكتوره هيجي لك دكتور من مستواكي، اشتغلي في الشركه الفلانيه عشان يجي لك حد من نفس الكارير. شيء سخيف جدا يعني. طبعا. فاللي هو اللي انا عملته ان انا كنت بترجم نظره الناس دي لتصرفاتي. انا ده اليوم الحقيقي جدا بتاعي، دي تصرفاتي بالشكل اللي الناس شايفاه. الناس شايفه ايه؟ ان انت ناقصك طرحه وفستان. بالظبط، ده اللي كانت الناس شايفاه. طيب بصراحه، وانت لابسه الطرحه والفستان في وماشيه في الشارع، ما جالكيش عريس بجد؟ ما حدش قالك طب وانت مش لاقيه بقى انا اعرض عليك الجواز؟ ولا انت او قابلتك تعليقات كانت مستفزه بالنسبه لك اكتر؟ ولا حسيتي وانت نازله في الشارع ان فكرتك وصلت للناس بشكل اعمق، وان ما كانش في اي حاجه ممكن تضايقك؟ بصي، التعليقات كانت بشكل اشد قساوه من كده كمان. يعني هي كان في نوع من التحرش اللفظي، اللي هو التحرشات اللي بتحصل دايما. يعني هو بالنسبه لي كان غريب، لانه انت اخرك تعتبرني مجنونه، مش من حقك تتعدى عليا بالطريقه دي. يعني اعتبرني مجنونه بس يعني ما تتحرش بيا يعني. بالظبط. الحاجه الثانيه انه دي الفكره اللي انت شايفها، اللي انا عملته ان انا واجهتك بالفكره اللي انت شايفها عنك. فانت اذا انت بتهاجمني انا في الظاهر، لا انت بتهاجم فكرتك. طب كان انت ايه اسخف موقف على مدار اليوم اتعرضتي له، واحلى موقف على مدار اليوم برضو شفتيه؟
خلينا نبتدي بالوحش. اولا هو اليوم كان كله بالنسبه لي كنت نازله لوحدك ولا معاكي مثلا حد من صحابك وكده؟ كان معايا حد بيصورني بس هو كان على مسافه مني لان كان المفروض انه الموضوع يكون حقيقي جدا ما يبقاش باين انه في حاجه مفتعله. وقت الغداء قابلت صحابي اتغدينا مع بعض. اسخف حاجه يعني ان يبقى في حد مثلا بالظبط انت شايف واحده فستان فرح جايز جدا يكون اللي وراها ده عريان. في ناس فعلا اعتبروه كده انه ده ميزي بيصورني احنا بنعمل شغل الفرح حاجه فانت ازاي تقول لي طب سيبيه شويه وتعالي طيب هو طلع مش عارف ايه يعني حاجات شويه صعبه تتقال عنها. طب واحلى حاجه ايجابيه شفتيه على مدار اليوم وخرجتك مبسوطه ويمكن سمعتي حاجه حلوه تعليق حلو حسيتي ان لا انا عملت حاجه انا كسماع حاسه لا انا عملت حاجه؟ ايوه انا بالنسبه لي انا عملت ده ان انا قلت للناس كلها انا مش هاممني كلام. مين تجاوب معاكي اكتر؟ تجاوب بس عن عدم فهم بحقيقه الفكره. يعني مثلا الستات في المترو في ناس افتكرتني عروسه فعلا وحبت تتضامن معايا وزغرته وعملوا زحفه كده. ده حلو. ده تضامن ايجابي بس مش عشان هم فاهمين الفكره كويس. مثلا في موقف كنت خارجه من المطعم وبعدين المصور ماشي ورايا فحد من الشارع افتكره هو بيتعدى عليا افتكرني ان انا ده يعني انا كده تمام انا عروسه فعلا لا. تقريبا اتخانقوا. طيب دي بقى الكواليس اللي الناس ما شافتهاش في الفيديو. طيب سامح خليني قبل ما نقول برضو للناس ان قبل ما سامح يعني في الفاصل لما دخلت كنا بنتكلم عن قلت العنوسه او تاخر سن الجواز عند البنت او عند الولد. انت كنت رافضه المسمى او المصطلح ده. انا يعني انا مش معاكي ليه؟ لان هو المسمى ده موجود. انت بتقولي لا ما فيش حاجه اسمها عنوسه ما فيش حاجه اسمها تاخر سن جواز. ليه بتقولي كده؟ ايه اسبابك ان انت بتقولي كده؟ ما نقول عليه ايه؟ هقول لحضرتك حاجه. من 40 سنه ولا من 50 سنه كان السن المثالي للجواز هو 14 سنه 15 سنه. دلوقتي اللي بيعملوا كده احنا بنقول عليهم مجانين وبنقول زواج القاصرات. في ناس شايفين ان السن المثالي 22 سنه، في ناس شايفينه 30 سنه. الموضوع بالنسبه لي مش محسوب بسن، هو محسوب بمدى نضجك انت ازاي ومدى تحملك للمسؤوليه ازاي. في ناس بتوصل ل 30 سنه ما عندهاش اي تجارب في حياتها، ما عندهاش اي خبرات، ما خرجتش بره البيت، فتيجي تتجوز تبقى مش عارفه تدير اي حاجه، مش عارفه تتعامل مع اي حد، تيجي تخلف تبقى ام فاشله جدا لانها هي اتبرمجت على حاجه فبالتالي بتبرمج الجيل الجاي على نفس الحاجه. فالموضوع بالنسبه لي مش مرتبط بجواز، مرتبط بانت مدى نضجك قد ايه وانت تلاقيتي روحيه مع حد ولا لا. مش حتى لو كان سنها كبر مش انا مش هتكلم عن الولد لان الولد زي ما قلنا في انا واسماء في البدايه ان الولد حتى لو عدى ال 40 او ال 50 بيحط رجل على رجل وبيتشرط وبيطلبها. لكن انا اتكلم عن البنت. انت شايفه البنت حتى لو وصلت لسن ال 40 او 45 دي مش عنوس؟ ده عادي يعني الموضوع ده عادي بالظبط لانه انا ما سمعتش المصطلح ده في اي حته في الدنيا. يعني انا خرجت بره مصر موجود في مصر احنا حطيناه احنا في الدول العربيه احنا خلقنا الموضوع ده عشان نديلها مبرر انت ليه لازم تعملي كده. زي بالظبط الطفل انت لازم تعمل كده عشان في عفريت مستنيك بره البيت لو خرجت انت. وبالتالي نفس الموضوع هي اشباح احنا طول الوقت بنخلقها ونصدقها وهي اصلا ما لهاش اي اساس. طب انت ما قلتليش برده يا سامح مامتك وباباكي عملوا ايه؟ يعني كان ايه الرياكشن او رد الفعل بتاعه لما انت عملتي كده؟ استشرتيهم قبلها قلت لهم انا هعمل كذا كذا كذا؟ لا لانه الموضوع اتقدم لهم كبروجكت فني يعني هم استقبلوه لما اتعرض بالظبط استقبلوه لما اتعرض هم طبعا استغربوا وده حصل امتى وبتاع. بس يعني انا في شغلي او في افكاري الفنيه مش بستشير حد. الكومنتات يعني اللي على مثلا على الفيسبوك لما لقيت يعني اول ما اتعرض ايه الكومنتات اللي انت يعني اول كومنت جالك كان ايه؟ بصي 90% من البنات اللي بعتت لي كانت موافقه جدا وحاسه ان انا عبرت عنها وهي كده حاسه انه يا ريت انا كنت قادره اعمل كده. طب بعتولك على الان بوكس ولا بشكل عام قالوا رايهم بمنتهى الصراحه او كان معلن او مجموعه مثلا من اصدقائك وانتوا عارفين بعض او بتعملوا تشات على فيسبوك مثلا بعتوا قالوا لك لا سامحنا معاكي ولا قالوا لك ده على المدار احنا معاكي؟ لا في 90% منهم كان بشكل معلن جدا كان عندهم استعداد يقولوا احنا مع الفكره وما عندناش مشكله. طب خليني اسالك مثلا 100 حد كان يطلع راجل معترض احنا كمان حاطين التعليقات على الهوا علشان كل مشاهدينا يشوفوها ويشوفوا تعليقات البنات كانت ايه ويشاركونا هم كمان بتعليقات اكتر على الموضوع اللي احنا فاتحينه. بس خليني سامح ارجع لك اقول لك الولاد بتخاف ساعات في بعض الولاد او انا بوجهه نظري يعني بشوفه ده انعدام ثقه في الراجل او في الشاب انه ما يبقاش عنده ثقه في نفسه او انه يخاف من الست اللي عندها جراءه او الست اللي هي اقوى منه. جراءتك
بتحسي انها بتتقابل من اللي حواليكي بنوع من انواع الخوف او بيتراجع ويقولك لا دي حد شخصية قوية، لا انا عايز واحدة لا تيجي في البيت تبقى مستكينة وتسمع كلامي وما تتعاملش معايا ندية، ولا بتشوفي ده ازاي؟ بصي هو الموضوع مش خناقة، هو يعني احنا لو امننا ان الموضوع شركة فعلا وان الاتنين زي بعض فعلا وكل حاجة بينهم بالحب وبالتساوي مش هيبقى في الخناقة دي مين اقوى من التاني ومين اعلى من التاني. في رجاله ما بتحبش البنت المستقله اللي قادره تاخد قرارها، لان هو في الاخر هو متربي ان هو لازم يبقى الاعلى، يعني هو منظومه الجواز كلها عندنا كده، الراجل لازم يبقى اكبر من البنت، اطول من البنت، اغنى من البنت، اقوى من كل حاجه، لازم يبقى اعلى. انا مش عارفه ليه في الاخر موضوع شركه تماما وبالتساوي تماما. انا مثلا النوع ده اصلا ما نتقابلش في الحياه، لانه خالص انا حد ناجح الحمد لله وماجستيري وشغلي شغاله في منصب كويس، مش محتاجه انه اخد حد اضعف. لان هو لو واثق من نفسه كفايه ومحقق نفسه مش هتشغله الموضوع، هيقف جنبك وهيدعمك، بالعكس هيكون مؤمن جدا بحد حاسس انه حر يعني. طب ايه القضيه الجديده اللي ناويه تناقشيها؟ في حاجه معينه في دماغك ولا لا؟ في حاجه بس مش إيه؟ يعني طب ما تقوليها اكسكلوسيف. هي في يعني الموضوع كله بيدور حوالين التابوهات اللي احنا يعني بحاول اكسرها، وانه ازاي تجسدي الفكره او تجسدي المشاعر. يعني في ناس كتير ممكن تقول لهم انا تعبانه او الموضوع ده بيتعبني بيوجعني، هم مش فاهمين قد ايه ده بيوجع الا لما يشوفوه متحقق قدامهم. طيب قبل ما نختم اسالك سؤال بمنتهى الصراحه هتردي عليه. احنا كل بننتقد كل تصرفات المجتمع وسلبياته ومشاكله، لكن احنا برضو من جوانا بنات. كلنا واحنا صغيرين الفستان الابيض بالنسبه لنا ليه هيبه معينه، ليه احساس ليه معين. وانت بتلبسي بقى الفستان، بس انت بتلبسيه سواء اذا كان ده كان فرح حقيقي او ما كانش فرح حقيقي، ما كانش عندك اي شعور البنت؟ طيب بمنتهى الصراحه بنحل المشكله بتمر وهتجاوبي على السؤال يا سماح. بصي هو ليه الفستان ليه هيبته؟ الهيبة مش في الفستان نفسه، ده جماد، دي حاجة مجردة تماما احنا اللي بنحط عليها فكرتها او احنا اللي بنضيف لها الانفعال بتاعنا. فالهيبة بتاعته في الحدث، ان ده حد انا بحبه ومستنياه واخيرا هنقعد مع بعض. الحدث نفسه هو اللي ليه هيبة مش الفستان. لكن فكرة وانت بتلبسي الفستان كانت عادي، انا عرفت ان هيبقى شكلي لطيف بيه في الاخر، بس يعني لما تبقي عروسه هتبقي شكلك مجرد فستان. مجرد فستان. سماح بجد انا بشكرك، يعني شكرا جزيلا ونورتينا وشرفتينا بجد. بشكر سماح حمدي فنانه تشكيليه وصاحبه اجرأ تجربه هنقول ايه في الوطن العربي كله. بشكرك يا سماح. صباح الورد. صباح الورد. انا بشكرك جدا، ويا ريت يا جماعه بجد تبعتوا لنا مين موافق على رأي سماح ومين عنده استعداد يقف جنبها ويدعمها، ومين وفي ايه من المشكلات التانية اللي بتضايق البنات اللي هم عايزين سماح وغيرها ياخدوا التجربة ويعيشوا تجارب أجرأ تعبر عن مشاكلهم بشكل واقعي أكتر.